Assalamu alaikum. My name is Samaria. Today I will be reciting Surah Al-Fatiha, Surah Ikhlas, Surah Falak, and Surah Nas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar-Rahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.